الحمد لله فاضل طبعا ابراهيم بيد على الملكيات الى سدر الله يسرق. وكاينه مجموعه من المشاهدين مجموعه الكفرات اللي كانت في بلاد الطاجه بخصوص مجموعه السويد على القرطبه فصل الصيف. فصل الصيف كان فيه مجموعه من النقاط اللي هي تكلم الطلاق الى السحاب بالنيطو وهضر على الاحتلال العمومي في الكورنيش وانا غادي نهضر على مساله اخرى هما ديال البغال والحمير في الكورنيش. وفيها بعض الناس ما يستاهلوش نعطيها لولدي الى تفوت ديك الخير. وكاين مجموعه من الممارسات اللي كتمارس تما وهنا في الانسان حنا مع الفئه بلا شغل الدفاع والشغل ديالنا الشاغل. انا دائما كنقول احنا في المجلس ما خصهاش تكون معارضه ما خصهاش تكون الاغلبيه، نكون معارض من اجل مصلحه المدينه والاهداف ديال الساكنه. احنا دائما كنقولها في المداخله ديالي راه قلت له ربما راه نكون ضدك ولو نكون داخل معك في التحالف ما كيمنعش على اساس نخرج بعض النقاط ضدك. هذا هو الدور باش نجي ونقول انا العام زين يمكنش، حيت حنايا الانسان كي على الاقل كيناقش مجموعة ديال الحوايج وكيصنف النقاط. طنجة عندنا مشكل السير والجوانب ما فكرناش في الترمواي، والدولة كتمول هاد المشاريع الغير ملوثة للبيئة مصاحبة للبيئة. إذا ما معنى هنا خصو نكونوا أفكار الدور ديال العمدة التوجه والاستراتيجية ديال العمداء في المغرب. كاين واحد الاتفاقية دارت على مستوى أكادير ودارت على مستوى الدار البيضاء. انا ما نمشيوش للبنك الدولي، هذه راه جماعه حضاريه مستقله عندها مجموعه ديال الموارد الماليه ونجيب الاعتمادات ونجيب السلف. هنا كيتجلى الدور ديال الرئاسه كتكون كتجلس وكتفكر وكتستشر مع الناس اللي عندها التجربه. العمده عطاك المشرع الدواوين، عطاك مستشارين قانونيا، عطاك واحد المجموعه. نحاول نكسب ويكون عندي بنك معلومات مع واحد المجموعه ديال الناس اللي عندها افكار في المدينه. غنجيو نقولوا المخطط الجماعي للمدينه ما من دار دار في واحد فئه الناس احتراماتي لهم يقدر يكون فاهم يقدر يكون ما فاهمش، لكن ملي كيكون النقاش وكيكون المخططات ربما تقدر نرجع انا للمقاطعات وواحد المجموعه والمجتمع المدني وكذا وتعطيني نتائج، حيت اهله ما كادر يمشي بها ما يمكنش احتراماتي لواحد مجموعه من الناس. انا نعرف شنو واقع داخل السواني بالضبط او نعرف شنو واقع في وسط مغوغه كذا او واخا ولد المدينه، ولكن اهله ما كادرابش عابيها كيعرفوا المشاكل والمعاناه ديال الساكنه ديالهم. اذا ما معنى هنا يمكن يختلف. ودابا عاد قلت المداخله ديالي في الاول حنا عندنا اشكاليه ديال الموارد الماليه، نجيو نهضروا على الفائض. الفائض ما معنى الفائض؟ تنقولوا بعض الساده الاعضاء المحترم، الفائض وما تبقى من صرف الميزانيه، اما الميزانيه هو المحصل عليها هذا هو المبلغ الحقيقي، اما الفائض هو جزء من المصاريف اللي كيتسمى كتلونسي صفقه وكيبقى واحد الجزء وديك الجزء في جزء في جزء كيولي واحد المبلغ مالي اللي هو يعني فائض ما خصناش نهضروا عليه. ملي كنهضروا عن الفائض كبير كيتكون تما كاين العجز في الطريقه ديال الصرف، اما كيكون المشكل على مستوى الماليه، اما كيكون مشكل في الصفقه، اما كيكون مجموعه ديال الاكراهات كتمر منا. يقدر يغلبه من النقاش. علاش كنقولها؟ ملي كيجيك هنا كاين بعض الاخطاء دارها المشرع. هاد الاخطاء ملي كيديرها المشرع جيتي اوتيت الموظفون الرئيس هو اللي عنده الصلاحيه يغير او يبدل او 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 يجيس بعض الناس اللي ينوضوا يدافعوا لاهداف معينه من اجل واحد موظف او جوج. يعني ماشي ضد الموظفين، حنا كنحاولوا ما امكن كيفاش نقربوا الاداره المواطن، كيفاش نوسعوا الوعاء الضريبي، كيفاش نحصلوا على اكبر عدد ديال الاستخلاص لكل ذي حق حقه. حنا عندنا اشكاليه نعملوا الحساب شركه النظافه الموظفون كذا، اذا خصو يكون عندي الموارد الماليه باش ننمي تكون التنميه ديال المدينه وبالطريقه كيفاش ننمي الموارد الماليه ديالي، حيت الجماعه كتسير عباره عن مقاوله. ما يمكنش الدولة تبقى تجي تصرف، كاين مجموعة ديال المدن اللي هي محتاجة. إذا ما معنى حنا دينا حصة ديالنا خصنا نغيروا الطريقة ديال التسير وديال التبير كيفاش نواجهوا المراحل. كاين خبراء اقتصاديا، كاين واحد مجموعة كاين أساس كلية عندنا اتفاقية عندنا مجموعة مع كذا. إذا ما معنى هنا خصو ينفتح على الجميع،
النواب عطيهم التكليفات، هاد التكليفات خصها تخلي الرئيس، وهي تجربة كدار على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدواوين وعلى مستوى الوزارات. أي وزير كيجي كيعمل الطاقم ديالو لعش شغل معاه، ما يمكنش يعني أنا ونشتغل مع واحد موظف واللي كندور من الليل كيقول له الرئيس لا ما تشتغلش معاه، اللي كنقول لك أنا ديرو وغدا كنجي ونحمل المسؤولية للمكسب. المكسب تصميم مدوب الإمكانيات، وملي كنمدو بالإمكانيات حنا بيدنا فوق الفوق الأغلبية، ولو يكونوا الناس كينتميو لنفس الهيئة اللي كننتمي لها غادي نقدر نتحاسب معاهم. شنو عطيتي؟ شنو درتي؟ برامج. أما نجي أنا ما نحملش المسؤولية للنواب، احتراماتي لهم، فقد الشيء لا يعطيه. إذا ما معنى هنا الطريقة ديال الشغل خصها تبدل. حنا يدنا ممدودة، رؤساء المخاطرة غادي كلهم يختلفوا مع العمدة، ولكن اليد ممدودة من أجل الاشتغال، من أجل المصلحة العامة ديال المدينة، واللي باغي يستافد شي مصلحة ديالو خاصة من يتحمل المسؤولية أمام الله، أمام الله ما يفتحوش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.